سؤال مهم جدا كل يوم بنتسأله، لازم الناس تبقى فاهمة الفرق بين شفط الدهون ونحت القوام. شفط الدهون هي الطريقة أو التكنيك المستخدم من بدايات القرن 19 لغاية النهاردة، هو شفط الدهون. طيب إيه الجديد؟ الجديد كلمة نحت. زمان كنا بنشفط منطقة في جاية مريضة بتسأل بتقول عايزة منطقة البطن مثلا فيها دهون كتيرة، فإحنا بنعمل شفط بدون أي اعتبارات للشيب أو للشكل. الجديد بقى خلال العشر سنين الأخرانيين إن إحنا ابتدينا نعمل شكل لشفط الدهون، وعشان كده شفط الدهون بقى اسمه نحت. نحت لأن بنعمل شكل أو شيب، فدلوقتي بقينا بنعمل لازم شيب كامل، بنمسك منطقة كاملة وبننحتها وبنشفط الدهون اللي فيها بشكل يرضي الست أو السيدة.